اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا وسهلا، اسعد بصحبتكم الجديد الوقت الاصلي على قناتكم السعوديه. مواصلين كالمعتاد في طرح اوراق على هذه الطاوله في ليالي رمضان المبارك، لاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ووالدينا والمسلمين اجمعين من المقبولين باذن الله تعالى ومن عتقائه من النار. الليلة في أيضا أوراق أو عنوان بارز نطرحه معكم، وأستمع إلى رأي النخبة في هذا المجال أو ذاك المجال. عنواننا الأبرز الليلة: النصر الجديد. في تفاؤل في الشارع الرياضي تحديدا من جماهير نادي النصر حول حول النصر الجديد. الجميع ما يمكن أن أبعث للتفاؤل يحدث أمام الجماهير. رئيس جديد، إدارة جديدة، لاعبين، دعم، وصل الدعم أخيرا إلى 67 مليون آخر خبر تابعناه، ينعش الخزينة النصراوية، وهذا بداية خير. طيب، جماهير النصر الغالية علينا، جماهير نادي كبير مثل بقية الجماهير، تستحق من الوقت الأصلي أن نتوقف معها ونشاركها الرأي ونسمع منها ما المطلوب، ماذا نريد من النصر الجديد؟ لكم الحق أن نقف معكم ونسمع الرأي والرأي الآخر من نخبة ومعكم أيضا عبر هاشتاغ البرنامج. ماذا تريدون؟ ماذا تتوقعون؟ وكم من البرنامج أيضا ذهبت إلى احتفالية خاصة بلاعبي النصر القدماء وحاولت أن تأخذ منهم رسائل موجهة، سنأخذها في حلقة الليلة. أبدأ على بركة الله، تستحقون أكثر في الوقت الأصلي. برنامج الجميع على قناة السعودية. أبدأ برسائل المنتخب الوسط الرياضي، ماذا يريد من منتخبنا، رسائل الجمهور، ثم أعود بإذن الله. أسأل الله إن شاء الله يوفقهم بهرمضان إن شاء الله، وأتوقع أن ما لهم عذر إن شاء الله بعد ما صاحب سمو سيدي محمد بن سلمان ما قصر معهم، قضى ديون الأندية والمنتخب، وإن شاء الله أنه ما عليهم هم، بس باقي إن شاء الله يشدون الهمة ويشدون حيلهم إن شاء الله ويبيضون وجيهنا إن شاء الله مثل كل مرة إن شاء الله. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله بالمباراة الافتتاحية بكأس العالم، وإن شاء الله يصلون المراحل النهائية بكأس العالم بإذن الله. الله يوفقهم يا رب، ينجحون بكأس العالم، ما أبنا غيرهم. آمين، الله يوفقهم. احنا من بدأنا في البرنامج نطلق مبادرات، طبعا احدى المبادرات هي الاخضر في المونديال. نوصل صوتك للمنتخب ودعواتك وكل ما تتمناه من المنتخب بإذن الله تعالى في مشواره. اعود الى العنوان الابرز لهذه الليله، وارحب بكم وبضيوفي لهذا المساء اللي حملتوا مسؤوليه تحت الهواء، وارجع حمل المسؤوليه على الهواء، انه امان الان الجمهور يتوقع الكثير، جمهور نادي النصر يتوقع الكثير، أرجو أن نكون أمينين في إشباع رغباته وطرح ماذا يريد من فريقه. أسعد بصحبتكم وبصحبة نجوم هذا المساء، الأمين العام السابق لنادي النصر، العميد ركن والناقد الحصري للبرنامج خالد رشيدان. مساء الخير أبو يزيد. مساك الله بالخير، ومسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام ومسي على السادة المشاهدين. أيضا زميلي الناقد الحصري للبرنامج والإعلامي المعروف اللي دائما بقلمه يتابع كل صغيرة وشاردة وواردة في وسطنا الرياضي، فما بالك أيضا بنادي النصر، الزميل مساعد العبدلي. مساء الخير مساعد. صباح الخير مساعد. قبل ما ترد علي. صباح الخير. يوم شفت عيونك ذكرت صباح الخير. ليش اخوف؟ صباح الخير عليك وعلى الزملاء الاعزاء والمشاهدين الكرام. ايضا اسعد بصحبه الزميل العزيز ووكيل اللاعبين والمتابع لكل شارده ووارده متعلقه باللاعبين، بالمدربين، وبنصائح الكثيره اللي وجهها حول خدمة الأندية، ماذا عن نادي النصر في هذه الليلة؟ أسعد بصحبة الزميل العزيز أحمد القحطاني. مساء الخير أحمد. صباح الخير أحمد. مساء الخير وصباح الخير. سعداء بكم أيضا. أنا أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين، وأتمنى إن شاء الله تكون حلقة مفيدة بوجود الزملاء الكرام بإذن الله تعالى في مجالاتهم المختلفة. نحاول أن نضع على هذه الطاولة ما يمكن أن يشبع فضولك دائما في الوقت الأصلي. أبدأ مع الزملاء، أبرز العناوين. الأخضر في المونديال، معسكر سويسرا
إعداد الصقور مستمر. النصر الجديد، دعم وتكاتف في البيت الأصفر، والأرقام بالملايين. دياز يعود، أهلا مسيو دياز. رسميا الأرجنتيني يقود العميد، والبداية السوبر. فابيو كاريلي، الوحدة تنهي التعاقد مع البرازيلي لقيادة الفريق. اهلا وسهلا، اسعد بصحبتكم من جديد. وفي هاشتاج البرنامج اللي بدا يتفاعل معنا من الجمهور الغالي، جمهور النصر، الجمهور العالمي، ماذا يريد من النصر الجديد؟ وفي ابيات شعريه والله جميله، بس بحاول اجمع نفسي كذا واقراها، من محسن الحدادي ونصراوي تيماء. وكل اهلا بك نصراوي تيماء صديق البرنامج، يلا فرصتك، عطنا وش تبغى تقول، نبغى نسمع منك. انا اشوف اذا كان التقرير جاهز مع الزملاء. جاهز التقرير، أبدأ التقرير أجل، وفي اللي يحمل كثير من التساؤلات عشان نتناقشها مع الزملاء. اعتادت جماهير النصر أن يظهر لهم بين فترة وأخرى من يعيدهم إلى الإنجازات والانتصارات، فكلما تعثر النصر ظهر له منقذ جديد. يلوح في الأفق النصراوي هذه الأيام اسم تعود عليه الجماهير النصراوية كثيرا، هو رئيسه الحالي سعود آل سويلم. سلبت تصريحات هذا الرجل عقول النصراويين، فهو لا يتحدث كثيرا، لكن ومنذ الفترة التي قضاها بدت أفعاله أكثر. ساند النصر في المدرج قبل أن يصبح رئيسا، بعد توليه المهمة أعلن للوسط الرياضي أن مهمته إسعاد جماهير النصر في كافة المحافل. شكل رئيس النصر مجلس إدارة والتي جمعت بين رجال أعمال وإداريين، وبعدها انهال الدعم على خزينة النصر من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأيضا أعضاء شرفه، ليتجاوز مبلغ دعم النصر في ليلة واحدة 76 مليون ريال. في ليلة عاشت فيها جماهير النصر فرحة لا تنسى، بعد أن استبشروا خيرا في رجال النصر الحاليين، ليطلقوا حملة عنوانها شكرا رجال النصر. ولو سألنا جماهير النصر سؤالا استباقيا عن بطولات الموسم القادم لقالوا بتفاؤل هي للنصر. اهلا وسهلا، شكرا للزملاء. في الهاشتاج في الكثير من الامور الجميله حقيقه، اعجبتني واحده خليني ابدا فيها. محمد سالم يقول يا ابو مشعل اللي نبيه من اداره واعلاميه النصر، ترى تعبنا تحزبات وانقسامات طوال الثلاث سنوات الماضيه، نبي توجه قوي نحو وحده الصف النصراوي وقبول كل نصراوي. هذه واحده من التغريدات ابدا فيها. يعني انا بترك الموضوع معكم ندخل في نقاش. يعني خليني ابدا معك ابو يزيد، انت شاهد على العصر، يعني انت كنت في اداره الامير فيصل عبد الرحمن، كنت في اداره فيصل بن عبد الرحمن وبعدها الامير فيصل بن تركي. نعم. يعني في ثلاث سنوات مثلا تقريبا او اقل او اكثر، وكنت ايضا في الفئات السنيه. طلع النصر في هال 14 15 بطلين مرتين للدوري الممتاز. خليني اسمع منك ابو يزيد، يعني ايش المطلوب عشان يرجع النصر بطل زي ما كان؟ ايش الاساسيات اللي كانت موجوده؟ انت متابع كامين عام للنادي، مش الافتراضات اللي كنت تشوفها حققت النجاح، وبعد ذلك ليش ما حققت النجاح من خلال ما شاهدته انت يعني مثلا؟ طبعا في البدايه احب ابارك الاستاذ سعود السويلم على اعتماد طبعا تشكيل مجلس الاداره، واتمنى له من كل قلبي التوفيق الحقيقه. وواضح يعني من خلال مجلس الاداره اللي انا اشوفه في التشكيل، مجلس الاداره واضح ان فيه اسماء ما شاء الله شباب على مستوى عالم الثقافه وعلى مستوى عالي من، وفي نفس الوقت اتوقع ان الاغلبيه عندهم الملاءه الماليه.
ايضا موجود في في في, في مجلس الاداره اللي هو الكابتن ماجد الجمعان برضه، هذا يعني طبعا لاعب قديم في يوم من الايام ونجم من نجوم النصر. يعني تقريبا انا متفائل جدا 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 بمجلس الاداره هذا، واتوقع هذه الخطوه الاولى للاستاذ سعود السويلم من خلال تشكيل مجلس الاداره. اتوقع ان شاء الله انه فعلا عاقد العزم على انه ان شاء الله يرجع النصر كبطل، وان شاء الله يكون هذا الشيء ان شاء الله. اما بالنسبه طبعا لل يعني في امور كثيره حقيقه يعني مطلوبه الان من الاستاذ سعود السويلم ومجلس ادارته على اساس فعلا ينجحون وفي اسرع وقت. يعني وهذا طبعا يعني مو بالسهوله حقيقه، يعني عشان اكون صريح وواقعي، في البدايه لابد يكونون يعني في البدايه متمرسين او يكتسبون الخبره في اسرع وقت عن الوسط الرياضي، لان الغالب في الاسماء اللي موجوده في مجلس الاداره ان الاغلبيه فيهم ما كانوا يوم الايام في الوسط الرياضي، وهذا طبعا يشكل لهم نوعا من التحدي يعني نوعا ما. ولكن التفاعل السريع مع الوسط الرياضي، معرفة اللي خلف الكواليس في الوسط الرياضي، أيضا التفاعل مع جمهور النصر، التفاعل مع جمهور النصر هذا شيء مهم جدا جدا جدا. يعني القرب من الجمهور. نعم القرب من الجمهور. يعني أنا أتذكر الله يرحمه ويغفر له الأمير عبد المنعم سعود رحمة الله عليه، يعني الرجل هذا كان في يوم من الأيام طبعا ابن ملك وتولى رئاسة نادي النصر، ولكن مع ذلك ما جعل من نادي النصر نادي ارستقراطي، لا هو جعل من نادي النصر وبإرادته جعل من نادي النصر نادي شعبي محبوب للشعب، يعني من خلال تصرفاته ما كان يخاطب الجمهور من خلال برج عاجي، لا كان قريب للجمهور، كان يتكلم مع الجمهور. أنا شخصيا شفت له مواقف كثيرة يعني مع الصغير والكبير، كان يتعامل معهم ويتفاعل معهم بطريقة حقيقة يعني جعلته يعني او يعني جعلته محبوب للجماهير كلها وقريب منها جدا. وهذه مهمه بالنسبه لاي اداره. البعد عن الجماهير هذا شيء يعني اتوقع انه شيء سلبي بالنسبه للاداره. الله يرحم عبد الرحمن سعود، يعني انا اتذكر في يوم من الايام له موقف معي انا شخصيا حقيقه، يعني كان في مباراه للنصر يوم من الايام، وكان خالد التركي كان نجم المفضل يوم من الايام طبعا، فانا كنت مار من عند النادي، فكان عبد الرحمن سعود واقف عند باب النادي، يعني كان النادي في شارع الخزان. فأنا سالته من نفسي يعني كذا وانا مار، قلت له سالته قلت له خالد التركي بيلعب؟ قال لا مصاب. قلت اجل ما راح نفوز. قال لي لا تعال يا ولدي تعال، ليه ما نفوز؟ يعني الفريق 11 لاعب. صار يتكلم معي وانا كنت يمكن في سادس ابتدائي يمكن او في اولى متوسط الكلام هذا يعني. فشوف كيف يعني، وقابلني مره ثانيه وتوقعت انه نسى، قابلني ثاني مره قال شفت فزنا. شوف هذا انطباع يعطي يعني يعطيك يعني مشاعر. انت ما نسيته، انت كأحد الجماهير يعني ما نسيت مثل هذا الحوار يعني أبدا، كيف لا يمكن يعني. نعم مع انه يعني تقريبا له سنوات طويله صراحه، ولكن يظل عبد الرحمن سعود كان قريب فعلا للجماهير، وكان وعشان كذا استحق لقب رمز ويعني وعن جدارة حقيقة الله يرحمه ويغفر له. هذه الأمور لابد من مجلس الإدارة أن يتفهم ذا الموضوع، وأنا متأكد أنهم متفهمينه. الأستاذ سعود السويلم إن شاء الله رجل رياضي، وحسب يعني اللي أسمع عنه أنه رجل رياضي ويفهم كورة، وإن شاء الله أنه راح يتفاعل مع الجماهير، لأن جمهور الشمس يستحق أكثر من كذا بعد. مساعد انت يعني كان اعقد لك مقال يومي، اكيد يعني في امور كثيره تعاطيت معها ونقدتها ايجابيه او سلبيه كانت. نعم شوف، اولا خلينا طبعا نشكر كل من ساهم في اداره النصر السابقه، سواء الرئيس او عضو مجلس الاداره، اجتهدوا وفق قدراتهم، وعلينا ان نكون اوفياء ونشكرهم لانه بالاخير هم اجتهدوا. وبنفس الوقت نتمنى التوفيق لاداره الاستاذ سعود السويلم. وعلينا نؤمن إيمان تام، وإدارة النصر عليها أن تؤمن، أنه الجماهير دائما في كل دول العالم، الجماهير لا يعنيها ماذا يتم في الغرف المغلقة من اجتماعات ومن خطط استراتيجية، الجماهير عاطفية، يهمها ماذا يحدث في الملعب. يعني لابد أن تؤمن الإدارة بهذا المبدأ. إذا الجمهور ما يصبر، الجمهور يقول لك والله أبغى لاعبين متميزين، أبغى مدرب، أبغى أفوز. يعني لا يمكن تصبر الجماهير على
خطط طويلة المدى. فهذه جدا مهمة في إدارة نصر الجديدة. أنا من وجهة نظري أشوف أنه الجميل في الإدارة على فكرة أنه هو ترى النصر الجديد لكن إدارات الأندية الجديدة، ترى كل إدارة الأندية لو تلاحظ اليوم في تغير في الستايل الإدارات. صحيح. لكن النصر تحديدا بالفعل زي ما تفضل الزميل خالد أنه أغلبها شباب. أنا الحقيقة يمكن رغم أنه أنا مضيت زمن طويل في الإعلام الرياضي لا أعرف من هذه الإدارة سوى الكابتن مجد الجمعان، وكنت أعرفه صداقة شخصية يعني، فأتمنى التوفيق لهم. أنا بقول كلام ممكن جماهير النصر أو حتى الجماهير الرياضية بشكل عام تستغرب كلامي. اليوم الوضع اختلف تماما ترى في كرة القدم على مستوى العالم، أصبحت صناعة ويجب أن نؤمن أنها صناعة. يعني أنا لا أقصد ترى أي شخص في مجلس الإدارة الجديد لكن أتكلم بشكل عام، علينا لا نركز على ميول من يعمل في إدارة الأندية طالما هو كفاءة يحقق ما هو مطلوب من هذا الشخص. حلو. حلو. اليوم تتكلم عن استثمار رياضي، تتكلم عن تسويق رياضي، إذا أنا أجد شخص خارج إطار النادي يمكن حتى لا يمت للرياضة بصلة يستطيع أن ينجح في التسويق أو يستطيع أن ينجح في الاستثمار ويحقق لي أهدافي، لما لا أستعين بهذا الشخص؟ هذا جدا جزئية هذه مهمة. إذن يعني في نصيحة للجمهور لا تقدر تفتش وش ميول هذا وش ميول هذا، دور عمله يعني. إذا أنت اقتنعت لأنه رئيس النادي، أنا متأكد أنه رئيس النادي من خلال السيفيز اللي نقريته والسيرة الذاتية للأعضاء يعني مليئة بالخبرات والمؤهلات اللي أشعر أنه تم اختيارهم لكل شخص سيمنح صلاحيات وتحدد حقوقه والواجبات اللي يعمل في إطاره وعليه الالتزام بهذا الشيء. فعليك دائما أنك تستعين بالشخصيات اللي تؤمن أنها تحقق النجاح في المجال اللي تعمل فيه، وهذا مهم جدا ترى في إدارة الأندية ما تحقق في الإدارات السابقة. الجانب الآخر والمهم جدا أنه هذه المجالس الإدارات يجب أن تكون بالفعل متخصصة. يعني كرة القدم اليوم يجب أن يكون لها مدير متفرغ لكرة القدم، لا أن يكون أعضاء مجلس الإدارة كلهم كما حدث سابقا يجرون خلف كرة القدم. إذا كنا نبحث عن نادي، إذا كنا نبحث عن كرة قدم خلاص إحنا نعترف أن الآن الأمور كلها كرة قدم. فأنا بأكد على أنه الأسماء اللي تم اختيارها من خلال السيرة الذاتية متميزين في تخصصات يعني عديدة. أنا شخصيا متفائل بحكم أني رجل اقتصاد أنه هذا لا ممكن يخدمون هذا النصر كثير على صعيد الاستثمار الرياضي اللي تأخر ترى كثير وسبب مشاكل الأندية وسبب تراكم للديون. الجانب الآخر الشفافية، والشفافية يقصد فيها أن تكون حقيقة بالتعامل مع الجماهير، لأن الجمهور متى ما كنت مع شفاف سيقف معك، لكن صحيح. لو شعر في لحظة من اللحظات أنك أنت ما أنت واضح سينصرف، وانصراف هذا مؤثر. واليوم لما نتكلم عن مبادرة دعم ناديك، إذا شعر الجمهور أنك أنت واضح وتعمل سيزيد إيراد مبادرة دعم ناديك. اليوم نتكلم عن مبالغ كبيرة وصلت إلى قرابة 70 مليون أو أكثر. صحيح. وهذا ربما لم يحدث في نادي النصر في سنوات طويلة ترى. يعني كان النصر يأتي ثانيا أو ثالثا أو حتى رابعا في دعم الأعضاء الشرف كدفعة واحدة، وأغلب من تبرعوا على فكرة أسماء جديدة على الخارطة النصروية، وهذا أيضا مبشر خير. أعطيهم تفاؤل؟ أكيد أكيد بيعطيهم تفاؤل. بس اللي أنا أقول أنه يجب أن تؤمن جماهير النصر أنه أعضاء مجلس الإدارة جاءوا لكي يعملوا. وفي جزئية أخيرة عشان أعطيه فرصة للزميل أحمد يتكلم أيضا، لأن الزميل أحمد والزميل خالد أقرب مني للبيت النصراوي كثير. يعني أنا أعتقد اللي ضر نادي النصر ممكن خلال عقد من الزمان مضى أنه كان مجالس الإدارات النصر تتشكل من شخصيات نصراوية معروفة من قسمة حولها جماهير النصر، بمعنى أنه تجد الإدارة الفلانية فيها اثنين ثلاثة مرغوبين من شريحة وغير مرغوبين من شريحة، وبالتالي يبدأ التنافر بين الشريحتين المتضرر للكيان. اليوم أعتقد أنه الأغلبية من المجلس الإدارة الجديد غير معروفين لجماهير النصر، وهذا قد يكون عامل محفز أنه إيجابي يقف كل النصراويين خلف هذه الإدارة. أتفق معك. وأنا بسمع منك أحمد يعني في كثير من التساؤلات فيها شيء يتعلق فيك أيضا، جانب يعني مثل بند يقول للوقت الأصلي نريد النصر القديم والجديد، الأسماء اللي وقفت معه في المواسم الماضية زاد الأسماء الجديدة. هذه أكد على النقطة اللي قلتها. نصراوي تيماء يقول أتوقع أن المال متوفر في الموسم القادم لجميع الأندية، وسؤالي هل يوافقني ضيوفك أن الاختيار الصحيح للأجانب هو الفيصل في الأندية؟ عادل أسمر يقول عندنا مشكلة في اختيار اللاعبين الأجانب، نفسي أعرف من يجيبهم خاصة في خانة الهجوم. ومحمد سالم يقول نطالب الإدارة ومجلسها بالهدوء، الضجيج وزرع العشم بقوة للجمهور ممكن ينقلب ضدك إذا أخفقت. كلام سليم، كلام رائع. أنا بسمع منك أحمد وممكن تأخذ هذه في بالك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني معلش أحمد ممكن بقاطعك، تفضل. أبطلع فاصل وبرجع مرة ثانية أحسن عشان تأخذ راحتك أكثر. أحسن فاصل وأعود مرة.
أهلا وسهلا، أسعد بصحبتكم من جديد، والعنوان الأبرز هو النصر الجديد. ما هو مطلوب من النصر الجديد؟ ومعي الليلة الزملاء اللي أتشرف فيهم، زميل أحمد القحطاني، زميل مساعد العبدلي، والزميل خالد رشيدان. أحمد، وقفت عندك، تفضل. شكرا لك. أولا يعني نقدم الشكر الجزيل لسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على الدعم الكبير اللي قدمه للرياضة السعودية وعلى جميع المستويات، وأزاح عن كاهل الأندية والمنتخبات كل المشاكل اللي كانت تعاني منها. والشكر موصول لمعالي المستشار تركي آل الشيخ اللي كان صراحة رجل المرحلة ورجل التغيير ورجل التطوير في المجال الرياضي، وكل يوم نسمع مبادرات وكل يوم نرى ونتفاعل مع مبادرات يقدمها ويقبل الاقتراحات وينفذ كل ما يهم الشباب والرياضة، ويعني نعجز عن شكره أبو ناصر. فيما يتعلق بالنصر، أنا أولا أبارك للأستاذ سعود آل سويلم على حسن اختيار الإدارة الجديدة، ومثل ما شفنا بدون ما يعني عدد الأسماء كلها، لكن أنا شدني اسم الأستاذ عبد اللطيف بن صالح آل الشيخ من القدرات الإدارية المتمكنة ومتمرسة، وممكن ما يعرفونه بعض النصراويين، ذا نصراوي عاشق وإداري محنك جدا، بالإضافة للأسماء الكبيرة اللي موجودة. أنا أتفق مع الزملاء أنه يجب دعم هذه الإدارة وإعطاها فرصتها وعدم الاستعجال على النتائج، وننظر للأمام، ننظر للأمام وننظر لمستقبل النصر. نرجع للخلف نتعلم من اللي صار، ما نرجع عشان نقعد نقول قال وقال وقال، لا، ندرس التاريخ النصراوي، الأحداث اللي صارت في العشر سنوات الماضية، الأشخاص اللي ساهموا في تضليل الجمهور وتطبيل وحملوا النادي، والمشاكل اللي عانى منها النصر يجب هذه دراستها، الإدارة ترصدها وتدرسها وتأخذ بآراء الجمهور وتتفاعل معهم لكي تستفيد منها في قادم الأيام في وضع الخطط، في كيفية التفاعل مع الجمهور، الاستفادة من قدرات جماهيرية ممكن حتى بالالتحاق في العمل في النادي. فالإدارة عندها شقين في العمل، أنه أنا أرى أنه عندها عمل، يعني أتمنى يكون رئيس النصر، وهذا الكلام حتى الأندية، ما يكون مدير كورة هو، لا خلاص رئيس النادي مثل الأندية العالمية. احنا نشوف في ليفربول، أنا والله ما أعرف إلا كلوب المدرب وهندرسون الكابتن ومحمد صلاح والمجموعة، أنا لا أعرف رئيس النادي ولا أعرف أمين عام النادي ولا يجب أن تكون الإدارة متفرغة للعمل الإداري والخطط الاستراتيجية وتطوير النادي بالاستثمار في تغيير لغة الخطاب الإعلامي اللي عانى من النصر في العشر سنوات الماضية. اللغة لابد تتغير لغة إلى لغة أرقى، فيها احترام، فيها جدية، فيها مراعاة مصلحة النادي. وهذا يعني ما كانت كذا، كانت تضر النادي، كانت اللغة من أغلب الإعلاميين اللي كانوا يعني مدعومين، كانت مضرة على النادي، كانت مضرة سلبية. نعم كانت مضرة كثير على النادي وعانى منها، والنتائج كانت واضحة. وأهمها التضليل الجمهور زي ما قال الأستاذ مساعد، الشفافية مهمة مع الجمهور عشان الجمهور يكون معك ويدعمك. فالعمل الإدارة تركز على الأمور الإدارية، الاستثمار، التطوير، الإعلام، الجانب اللي يهم الجمهور، وأنا أتوقع الجمهور نصر الآن يسمعني ويهمه الشيء هذا، هو العمل الميداني، العمل يكون كارينو والفريق المعاون اللي معه طبعا بالتفاهم وبالإشراف، لكن يكون المدرب يعطى الصلاحية ويكون العمل الميداني هو الأهم. الإدارة عليها أن توفر أجانب، وهذا الملف اللي عانى منه النصر في عشر سنوات، وأغلب أنا أتوقع اللي في الهاشتاج يسألون على الموضوع هذا، مثل من اللي ذكرتهم الأخوان اللي قبل شوي، الملف الأجانب النصر يعاني منه سوء الاختيار. اللي اختاروا الأجانب سبق أن قلت لك ما لهم علاقة بالكرة، ما لهم علاقة بالكرة أبدا نهائيا. يجب أن يكون هناك في مراعاة مصلحة النصر في عملية اختيار الأجانب. تحديدا النصر يعاني من اهتزاز واضح وصريح، ويشوفها يعني اللي فهم ألف باء في الكورة في العمود الفقري في النصر، الحراسة مهزوزة، قلب الدفاع، محور دفاعي يعني صانع ألعاب، رأس حربة متمكن، هداف يحمل هم الفريق وياخذ ثمرة الفريق وينهي. إذا بتضيف لاعب طرف يسار، تضيف لاعب يلعب تسعة ونص اللي هو خلف المهاجم، عندك خانتين ممكن تضيف هذه، لكن العمود الفقري مهم جدا. ويكون اللعيبة أعمارهم ما تتعدى 28 لعيبة، ما يجي يسوي تأهيل، يقول لك لاعب جاهز لكن ممكن نسوي عملية مثل هرناني مثل غيره، فيجي يسوي تأهيل هنا، يعني في تجارب مريرة كانت مريرة صح. نعم لازم يكون فيه مراعاة الملف الطبي، ولابد فيه يعني تدقيق على اختيار اللعيبة ونوعيتهم، ثقافتهم،
سيرتهم حتى تجيب لعيبة يعني يكون عقليتها يعني شوي ناضج يعني ما تجيب لعيبة بعضهم مزاجها صعب. فهذا اللي يهم النصر، إدارة النصر إذا ركزت على العمل الميداني وضعت الصلاحيات المدرب كارينو تأكد أن جمهور النصر هذا اللي أعظم جمهور ستشوفهم في الملعب وتشوف دعمهم وبتشوف وقفتهم وبيكون دعمهم أكبر من موسم 2014 سنة متصدر لا تكلمني. بس قدم عمل جيد، وأهم نقطة وأختم بها هذا اللي أهم نقطة في هذا الموضوع متعب قاعد يقول يعني نفس كلامك متعب يقول نبغى أجانب مؤثرين يصنعون الفارق ومن نعم. حارس مرمى وقلب دفاع وأجنحة وسط ومهاجمين نعم. يعني يبدو أنه واضح عند أكثر العمود الفقري واضح النصر. لأن يعني أعطيك كمثال مثلا في المحاور عبد العزيز الجبرين والغالب جيدين مرة بس ترى مراجعين من إصابات في الأربط فتحتاج واحد يعني قوي هكذا مثال. يعني أهم نقطة أنا بالنسبة لي وأنا ناشد فيها الأستاذ سعود السويلم ومجلس إدارة الكرار تعزيز القيم والأخلاق في نادي النصر هي موجودة بس تعرضت للأتربة والغبار. أتمنى تعزيز القيم والأخلاق في نادي النصر. والقيم هي التواضع، احترام المنافسين، الانضباط، زرع الانضباط في النادي، ما يكون في لاعب أكبر من النادي مهما كانت قيمته. وضع الانضباط، هذه القيم والعدالة والمساواة بين اللاعبين وهذه القيم إذا أنت زرعتها في النادي صدقني البطولة تأتيك ثمرة، تجيك لين عندك لكن أزرع الانضباط، أزرع الاحترام أزرع الاحترام فيما بينهم والعلاقات النصراوية والعلاقات النصراوية مع الآخرين. لابد أن القيم الرياضة متعة. كان عليها غبار على قولتك يعني أول كان غبار واجد أكبر من الغبار اللي جانا في شعبان زين. فأتمنى يكون هناك فيه نظرة راقية وننسى اللي راح وننظر للأمام لكن نستفيد من تاريخ من التجارب السابقة ومن التجارب ونتلافاها ونصدق. إذا صدقنا مع الله ثم مع أنفسنا سنحقق النتائج المرجوة. وأنا أتوقع جمهور النصر إن شاء الله أن بيتفاعل مع هذه الإدارة الكريمة في تفاعل كبير وفي تفاؤل حتى وبتشوف يعني. الحضور الجماهيري بيكون كبير بس الملف الأجانب هو المحك يا أستاذ سعود لإدارتكم. ملف الأجانب جوزيف الحربي ما في أي أنصاف حلول في هذا الموضوع. جوزيف الحربي في هاشتاق يقول دعم موجود، ديون سددت، كارينو موجود، ليش ما يرجع النصر؟ يعني العالم لازم يرجع. بس في حاجة معينة يعني شوف بقول لك شيء. وأنا هنا بفضل إني أستعرض الفترة اللي كان فيها الأمير فيصل التركي مسؤول أو رئيس نادي النصر. ليه أنا بستعرضها؟ لأنها يعني إن شاء الله يعني تكون تقريبا مش درس أنها تكون على الأقل تجربة مريت فيها. تجربة مريت فيها ويستفيد منها مجلس الإدارة. ليه أنا قلت مو بالسهولة يعني مسألة النجاح في أسرع وقت. ليه بضرب مثل في الأمير فيصل بالتركي وطبعا الله يمسيه بالخير. الله يمسيه بالخير وبرضه نشكره على كل ما قدمه خلال الفترة اللي حقيقة كان فيها رئيس نادي النصر يعني. لأنه بصراحة يعني بنكون واقعيين ترى هو أعاد نادي النصر إلى القمة وإلى البطولات. صحيح. بصراحة يعني. نعم. ولكن هو ما عاد لها بسهولة ولا عادها بسهولة. هو واجه صعوبات كثيرة وخلال كم يمكن حوالي 8 أو 9 سنوات تقريبا يعني كان من خلالها في البداية عضو شرف وبعدها نائب رئيس وبعدها صار رئيس مكلف وبعدها أستلم رئاسة النادي. تعرض للضغوطات وتعرض هو نفسه أصلا يعني كان عنده أخطاء كثيرة خلال هالسنوات هذه كلها. كل سنة كان يتعلم من أخطائه إلى أن وصل المرحلة أقتنع بالشيء الصحيح متى في 2014. وش الشيء الصحيح هذا؟ أمور كثيرة طبعا في البداية كان في اجتهاد غير عادي في سنة 2014 من الأمير فيصل التركي. يعني لدرجة أتذكرنا ذاك الوقت كنا ما نطلع من النادي تقريبا للساعة 12 وحدة في الليل شغل كله شغل. الشيء الثاني كان أتبع سياسة وكانت جدا جميلة يعني وساهمت في أن النادي يرجع للبطولات اللي هو الخطاب الإعلامي زي ما تفضل الأستاذ أحمد. وفي نفس الوقت خاصة مع قضية التحكيم يعني كان في ذاك الوقت يعني مهما حصل للنصر من الأخطاء من قبل التحكيم لكن كان الأمير فيصل لا يمكن يتكلم فيها وكلنا كمجلس إدارة كنا بالتفكير على هذا الكلام على أساس أن نوصل إلى نتيجة. أيضا يعني كان قريب للاعبين كثير يعني بشكل غير عادي
كان صراحة كريم مع اللاعبين أيضا في موضوع المكافآت، يعني كانت المكافآت تقريبا تراكمية يعني على كل المباراة. كان يعني واضح أن عنده هدف أنه يحقق بطولة. أيضا استقطب لاعبين على مستوى في ذاك الوقت، يعني كانوا خاصة اللاعبين المحليين ساهموا كثير في 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 حصول النصر على بطولة 2014. كان في نفس الوقت معطي الحرية نوعا ما للسيد كارينيو، السيد كارينيو في العمل. يعني كان السيد كارينيو أتذكر ذاك الوقت كان هو الكل في الكل في النادي، يعني فنيا وإداريا داخل الفريق، يعني بصراحة يعني هو اللي عمل الشغل صح. كان الشيء اللي مقتنع فيه كارينيو هو اللي يسويه وهو اللي يحصل وهو اللي يصير. على هالأساس طبعا كل هذا عوامل نجاح أكيد أكيد. في الأخير هو حقق البطولة صحيح. نعم، والنتيجة تشوف عمله في 2014 رغم أنه أنخفض مستوى العمل عنده في 2015، ولكن خذ البطولة 2015 بناء على عمل 2014 صحيح. إذا هنا العمل يكون معروف أنه تراكمي هو. فهذا اللي أتمناه من إدارة الأستاذ العزيز سعود السويلم، أنه يتبع نفس، ما أقول يتبع نفس الخطوات، لكن هذه مؤشرات قدامه، هذه مؤشرات قدامه، مؤشرات قدامه. نعم. أتفق معك. طيب أنا بروح يعني الزملاء أو كاميرا الوقت الأصلي أيضا أخذت الرأي للجمهور النصراوي. نايفينيو العالمي، الحركة مخصصة حق يحضر النصر. نعم مخصصة حق يحضر النصر، في أغلى منكم. أطلع للتقرير أو كاميرا الزملاء. رأي الشارع الرياضي يتفق مع ما طرح أو لا؟ خلنا نسمع صوته. مطالبي كمشجع منهم انه يرجع النصر سابق على سابق عهده، يعني القريب، يعني اللي هو 2014 و2015، وانه يبتعدون عن موضوع المجاملات داخل النادي ويختارون الكفاءات الكويسه، لان النصر يعرف النصر، يعني النصر كان مميز في موضوع الاستقطابات الاجنبيه في السابق، لكن في الثمان سنوات او التسع سنوات الاخيره النصر ما حصل على لاعب يعني عليه الكلام. اتمنى يعني انه يكون الاختيار مقنن ووفق لاحتياجات الفريق. كمشجع نصراوي الفترة الأخيرة النصر ما هو النصر اللي كنا نعرفه، محتاجين مهاجم يعني صريح. ملينا من هالمهاجمين اللي يجيبونهم وفي النهاية ما في فوائد، مجرد أعباء على النادي، عقود يطلعون رؤساء الأندية وتترتب على النادي عقود والتزامات النادي في غنى عنها. محتاجين مهاجم صريح، محتاجين أنه الرئيس الجديد يلاحظ الأخطاء اللي كانت موجودة من الرؤساء السابقين بعد ما تصفر العداد الحين بعد دعم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وسداد ديون الأندية. لابد أنه يكون حريص على العقود اللي تتم مع اللاعبين الأجانب، لابد أنه يحرص على تطعيم الفريق بمحور صريح يساند غالب. مدرب، يعني مدرب لها سمعة وكويس. الشيء الثاني اللاعبين، أنا أشوف بعض لاعبين النصر الصراحة أسامي بس تكملة فريق الصراحة، يعني تقريبا نص الفريق تغير. والله شوف النصر كانت مشكلته في السابق كانت مشكلته للأشخاص. الآن النصر ما عاد عنده مشاكل مع الأشخاص، الدعم موجود، والإدارات السابقة اللي كانت تحرم المشجع النصراوي من الداعمين اللي كانوا مع النصر قلبا وقالبا الآن صاروا موجودين. فأتوقع من النصر الموسم الجاي إنه يحصد الألقاب، وأتوقع أيضا إنه يكون يعني في مقدمة الفرق السعودية. والله شوف هي تفرق الأمنيات عن التوقع. الأمنيات ودي بكل الكؤوس، ودي بكل البطولات، لكن طبعا الواقع إن شاء الله، إن شاء الله نقول إن شاء الله إن ننافس على الدوري، أهم شيء الدوري. هذا يعني الجمهور فاهم وواعي، يتكلم عن اشياء جدا يعني انا اقول ما اجيك مساعد في سؤال كذا، ارجو ان نطرح شيء نقاشكم انتم جميعا يعني. لكن ضيف الله يقول هل عوده نصر متصدر لا تكلمني، نشاهد الموسم المقبل. يقول والله اشتقنا. سراب الماضي تقول نريد اداره نصر المشي على النهج الواضح واللي يتوافق مع الاراء وتكون مصلحه الكيان فوق كل شيء صح، وكمان اختيار لاعبين اجانب وداعمين. جنكيز النصر يقول اختيار اعضاء مجلس الاداره مبشر بالخير، يعني في تفاؤل كثير. نعم جدا صحيح. طيب خليني ارجع في بطرح شيء يعني كذا، طبعا بسمع منكم لكن بطرح الموضوع كذا، انه ليش التحزبات اللي نسمعها بالانديه؟
يعني انا الى فتره ترى يعني رغم المشوار في وسط الرياض لكن الى فتره يعني ما بقول قريبه تفاجات انه مثلا في الانديه الكبيره كل لها يعني الاهلي الهلال النصر الاتحاد الا ما يكون فيه التحزبات يعني وانت قبل شوي تطرقت لها ايضا نعم. انه يكون في ناس او انت مساعد يكون في ناس نعم. مقبولين وناس غير مقبولين وناس كذا يعني هذه ليش تصير في الانديه الكبيره؟ شوف طبعا الجمهور في الاخير اكيد انا يعني وش ذنبه يعني ليش شوف هي طبعا ظاهره سلبيه 100% لكن علينا نعترف انها موجوده لما نتكلم عن النصر الان او كذا نبغى نفهم هذا الشيء النصر موجود في كل الانديه لكن هي ظاهره سلبيه وموجوده هي انعكاس للمجتمع ترى طبيعه المجتمع ما هو بس في كره القدم ولا بس في الرياضه ما ودي اقول مجتمع يحب ويكره ما عنده حل لانه بالضبط لانه المجتمع اساسا بني حتى على مستوى العائله بهذه الطريقه للاسف الشديد يمكن دائما انا اقول الكلام انه في اوروبا وان كان ننقد انه المجتمع الاوروبي مجتمع اقرب للتفكك لكن ترى التفكك هذا فاد رياضتهم واحنا ترابطنا ضر رياضتنا لا معلش خلينا ناخذ منظور اخر يا مساعد قد يكون احيانا ما يعني بعطيك مثال وافقني رايه ولا حب النجاح احيانا النجاح في اول سنه وثاني سنه قد يعطيني انا نوع من الغرور شوي ما اسمع الا صوتي انا في المقابل المحبين يعني لهم آراءهم لهم كذا إذا أنا ما سمعت لصوتي ولا سمعت آراء الطرف الآخر يجعل نوع من التفكك اللي بالتالي يخلي فيه صراع لا بس يعني خلينا أوضح جزئية هي قد لا يقبلها الكثير مني لكن أنا أقول لك أنه في أوروبا مثلا التفكك الاجتماعي جعل اللاعب عندما ينتقل كمحترف يمكن حتى زوجته لا تطلع على العقود ولا على العروض حنا ترى الجار اللاعب يؤثر عليه بمعنى خلينا نأخذ مثلا اللاعب ألف في النادي ألف ونشر في الإعلام أنه والله جاء له عرض من النادي الفلاني والنادي الآخر تلقى أصدقائه وأهله وجيرانه وقاربه وزملائه كل قاعد يأثر عليه من جهة إلى درجة أنه هنا تخلق التحزبات فبالتالي كيف تجي التحزبات أنه اترك الآن موضوع اللاعب المحترف الآن يجي أخبار عن الإداري الفلاني قد لا تكون صحيحة وتجي أخبار عن العضو الآخر هنا صارت التحزبات وهي ما هي صحيحة الأخبار هنا كون حزب وكون هنا حزب هذا المجتمع تركيبة المجتمع اللي احنا نعيشه بأمانة من معاصرته أنت في الرياضة موجود موجود حتى في الإعلام موجود حتى في كل مجالات موجود أنا أقول أنه هذا يعكس للأسف الشديد انخفاض مستوى الوعي لدى المجتمع بشكل عام متى ما ارتفع مستوى الوعي وأصبحت المصلحة العامة لأي منشأة كان المصلحة العامة هي التي تأتي في الأمام التحزبات هذه ستقل فأنا أشوف أنه أمر طبيعي نتيجة مجتمع إحنا نتعايش فيه وهذا أمر طبيعي ومن الصعب ترى جدا أنه نقضي عليه متى نقضي عليه؟ عندما تعمل المنشأة أو إدارة المنشأة من أجل مصلحة الكيان خلنا نأخذ نادي النصر اليوم إذا عملت المنشأة جماعة من أجل مصلحة النصر وحققت المنجزات تبدأ التحزبات هذه تقل تقل إلى أن تختفي لكن عندما هذه الإدارة تبدأ بالتفكير الشخصي هنا تبدأ وتقل النتائج هنا تبدأ التحزبات مع وضد فأنا برجع لجزئية موضوع يتكلم فيه زميل أحمد عن موضوع المحترفين الأجانب ترى نادي النصر لم يبخل على في عقود اللاعبين الأجانب كان يضخ الملايين ولكن زي ما قال من اللي كان يختار اللاعبين وأرجع الأول مربع الأول اللي قلت أنا أنه الإدارة هذه يجب أن تؤمن بمبدأ التخصص دع كل يعمل في مجاله يعني أنت لم تصرف 100 مليون دولار 100 مليون ريال على لاعبين محترفين أجانب إذن دائما يختارهم هو من يفهم في كرة القدم يا اخي انت اقرب مني صحيح الامير عبد الوهاب السعود رحمه الله عليه كان في فتره النصر مميز جدا باختيار الاجانب نتيجه الخبره هنا الخبره اللي انا اقول انه خل كل واحد يختار اللاعب الاجانب يكون مختص في اختيار اللاعب الاجانب بمعنى ان المدير الفني ياخذ نسبه 99% ما اقول 100% لكن 99% انه هو اللي يختار سواء المراكز او حتى اللاعبين اللي قاعد يصير اليوم لا انه صديق الرئيس قريب من الرئيس سي في أي كان فأنت النصر ما كان بخيل في الصرف على اللاعب الأجانب ولكن كان غير موفق في الاختيار صحيح. هذا جانب مهم الجانب الآخر اللي أطالب إدارة سعود السويلم أنها تعمل عليه أنه توفير المبالغ المرتبات للاعبين المحترفين سواء سعوديين أو غير سعوديين وأن تكون مثلا في الهاشتاج والله تكون في حساب خاص لأنه متى ما وفرت المستحقات المالية عندك أمرين مهمين الجانب الأول اللاعب معنويا يستطيع أن يعطي الجانب الأهم تستطيع أن تحاسب صحيح لكن عندما تتأخر في دفع المستحقات لا يمكن أن تحاسب اللاعب فأنا أشوف أنه يجب رصد المرتبات لمدة موسم كامل
في حساب خاص للمحترفين. يمكن ابو يزيد عنده امثله على هالموضوع، بس بقاطعك انا بطلع فاصل بس وارجع لك. اطلع فاصل واعود من جديد. اهلا وسهلا، اسعد بصحبتكم من جديد في الوقت الاصلي وبصحبه كل من الزملاء مساعد العبدلي وخالد رشيدان وايضا احمد القحطاني. والعنوان الابرز النصر الجديد، ماذا نريد من النصر الجديد؟ انا وقفت عندك بجد، لكن هنا على الاسمر يقول نتمنى من اداره النصر على هاشتاج البرنامج، نتمنى من اداره النصر عدم جعل شماعه للاخطاء، نبي الجميع يتحمل المسؤوليه. انا بخليك تقول اللي عندك بزيد، لكن عندهم ايضا الاخوان الجرافيكس، موضوع جرافيك عن الدعم اللي حصل عليه نادي النصر في هذا الموسم. خلينا نشوف ونتابع بالارقام. يعني عندك تكفل سعود السويلم رئيس النادي بمبلغ 53 مليون ونصف في وقت سابق، وبلغت تبرعات اعضاء الشرف 14 مليون، كانت على النحو التالي: من عبد اللطيف الشيخ، من عبد الرحمن الحمود، من عبد العزيز الجليل، من الشاكر آل الشيخ، من عمر آل الشيخ، ومن عبد الله مخارش عضو شرف النادي. مجموع من المبالغ وصلت 14 مليون، هذا اللي كانت في دعم سريع من اعضاء الشرف وقتها، والباقي جاي والباقي جاي في تفاؤل، في ثقه بصراحة. هذه بس عفوا لو اسمح لي ابو يزيد، هذه يعني تؤكد انه كذبه البديل وهم المجهول هذه فندتها. نادي النصر نادي غني برجاله، مدرج كبير في كل الكفاءات، في كل العشاق والمحبين اللي يتمنون خدمة النصر. الكذبة اللي كانوا موان البديل واللي روجها بعض الإعلاميين اللي كانوا ضلوا النصر ووهم عيشوا الجمهور المجهول والنصر رايح المجهول، هذه رد صريح وواضح. النادي النصر من أغنى الأندية برجاله وبمحبيه وبعشاقه اللي لن يظهرون أي شيء في مصلحة النصر، والدعم جاي في الطريق أكبر وأكبر. خلنا نقلب الصفحة الماضية أحمد ونبدأ من جديد أحسن. لا بس لازم نتعلم، طيب نتعلم من الأخطاء ولأجل الناس اللي سببوا الألم للجمهور، من تحديدا من الإعلاميين في العشر سنوات اللي راحت، الآن قاعد يركبون الموجة. أنا ما أبي بكلام، وقاعدين هم الآن وكأنهم هم اللي يأخذون دور اللي حنا كنا نكافح من أجله. وبعضهم حتى كان يقول المجهول والبديل صار هو حتى في النادي. يعني معلش احمد خلينا نتفق، يعني هذا المجهول الان جابك في النادي. معلش احمد نفتح صفحه جديده لسبب واحد. لا انا اسمح لي، خلي صفحه جديده، خلي اشرح لك ليش. هذا انا ما ابغى التقرير يكذب الكذبه اللي كنا نسمعها، وذا انا ما ابغى كلام وجه كثير من الاعلاميين النصراويين اللي سببوا الالم وعطلوا التنميه في النصر، عطلوا مصالح النصر بسبب. انا ما ابغى احد ياخذ كلامك اللي انت قلت له مدخل لتحزب جديد. لا ما في تحزب، انا اقول للتاريخ نتعلم، نستلهم العبر من التاريخ لنصحح مسار القادم. هذه انا طبعا بالنسبه للكلام اللي قبل شوي على الموضوع اللي هو ليه اعضاء الشرف وفي تحزبات وفي كذا، الحقيقة يعني هي مسألة الرمزية اللي كان في يوم من الأيام، طبعا خاصة صراحة حقيقة هي موجودة يمكن في كل نادي، لكن يمكن تكون غالبة في نادي النصر، وذلك طبعا بسبب اللي هو الله يرحمه ويغفر له الأمير عبد الرحمن السعود، بحكم أن الرجل عنده كاريزما قوية وكان في يوم من الأيام رمز من رموز الرياضة عندنا في المملكة العربية السعودية رحمة الله عليه. نعم هذا كان له تأثير في الخليج وفي العرب على كل مكان. نعم هو هذا كان له تأثير كبير على شريحة كبيرة من مثلا من المنتمين أو أعضاء الشرف، اللي هي مسألة الرمزية. يعني عبد الرحمن سعود كان لوحده، وهو اللي يعمل، هو اللي كان يعني يقوم بكل شيء في النادي، وفعلا في ذاك الوقت نجح باقتدار. لكن الآن يمكن اغلب في غيره نفس احيانا تكون بين اعضاء الشرف، احيانا يكون في كل واحد من اعضاء الشرف يبغى بعد طبعا وفاه الامير عبد الرحمن السعود يبغى يمثل هالرمزيه او يعيدها من جديد، وهذا السبب تقريبا يعني اللي جعل النصر يدور في حلقه اللي هو التحزبات بين اعضاء الشرف. شوف انا بقى على الرمزيه بس على عجاله، النصراويين اللي على قولتهم الراسخون في النصر يعرفون الرموز في النصر اثنين: الأمير عبد الرحمن السعود رحمة الله عليه، وماجد عبد الله الله يطول في عمره. هذا رموز النصر اللي لا يختلف عليهم أي نصراوي. البقية عشاق محبين مجتهدين قدموا، ونقول لهم شكرا على اللي قدمته، لكن
هذه انا في رايي وجهه نظرك انت يا احمد. نعم. طيب لان اكيد كل واحد له وجهه نظره. محمد سالم على نفس السياق اللي تكلمنا مع النبي اللي ما نعادني به التطبيل الزايد والتخدير بفريق يعني لما يغيب الفريق على الاضواء لابد من ان ينتقد حتى يعود متفائلين بالخير بالاداره. طيب وانا اسمع منكم في اللاعبين قدماء النادي النصر ايضا وجهوا رسائل من وجهه نظرهم. نقطه انه الان هذه انا وجهها للاستاذ سعود السالم ومجلس اداره الكرام. اتمنى انه ما ياخذون النقد انه شيء شخصي. لازم يوسعون صدورهم يسمعون النقد صحيح. ويتعودون على الراي والراي الاخر ويسمعون حتى لو كان في بعض الكلام اللي مثلا ما يتوافق مع توجههم استفيد من الجمهور، اعود الجمهور على الاخذ والعطاء والتفاعل معهم. كذا النقد يقوم العمل. صحيح. وانت تكلم تو عن كابتن ماجد عبد الله جنكيز الناصر يقول اتمنى وجود ماجد عبد الله ويوسف خميس من ضمن اللجنه الفنيه. يعني ايضا هذا الاستفاده من اللاعبين اللي بوجودهم. طيب خلينا اسمع الكاميرا البرنامج مع بعض لعباء النصر نجوم النصر ولاعبين النصر القدماء رسالتهم للاداره من خلال كاميرا البرنامج. تعودنا من ابناء نادي النصر ومجلس اداره نادي النصر ورابطه نادي النصر دائما بالاجتماعات المتكرره والمتتاليه دائما فيها نلتقي دائما مع اللعبه. طبعا ما شاء الله تبارك الله يمكن يعتبر هنا موجود ثلاثة اجيال او اربع اجيال فدائما نجدد العهد مع بعض ودائما نلتقي في مناسبات الاحبيه والجمعات اللي دائما تجمع جميع الفئات من بعض اللعيبة من الجيل القديم والجيل الوسط والجيل الحديث والحمد لله يعني متوفقين في المجموعة الطيبة هذه. أبارك الأستاذ سعود سويلم على رئاسته لنادي النصر وطبعا الأستاذ سعود سويلم تولى الرئاسة تقريبا قبل ما ينتهي الموسم وكان مطلع على الفريق بشكل عام ووعد أنه قبل ما ينتهي الدوري أنه لعيبة أجانب على فايف ستار ووعد إن شاء الله أنه النصر من أفضل إلى أفضل في الموسم المقبل والدليل انه احنا خلينا نشوف على شكل واقع انه الان صفقتين او ثلاث صفقات انا في وجهه نظري مهمه جدا اللي هي الغنام والظهير المنصور الظهيرين الايمن والايسر وايضا العيسير اللي يعتبر يعني اتوقع انه بيضيف اضافه للفريق مع تنافس الحراس. بارك لرئيس النادي سعود السويلم المنصب ونائبه وجميع الاعضاء ونقول لهم الله يقويكم هذا نصركم وأملنا فيكم كبير وإن شاء الله النصر مقبل على يعني موسم راح يكون نقول إن شاء الله موسم ناري إن شاء الله تظهر فيه جميع الإمكانيات للنادي المعروفة عنه. والله شوف أحيانا مشاغل الحياة ترى ما يفرق لعبة النصر يمكن لمشاغل الحياة لكن غير كذا اللهم لك الحمد يعني مجتمعين ومتواصلين في بعض جميع لعبة سواء اللي قبلنا واللي بعدنا متواصلين في بعض واللهم لك الحمد الحمد لله. إن نقول قد قالها المرحوم الله يغفر له ويرحمه الأمير عبد الرحمن بن سعود النصر بمن حضر فتتغير إدارات تغير لعيبة يبقى النصر هو النصر والنصر إن شاء الله يرجع زي في عهده إن شاء الله وصعب أن نحكم على الرئيس الآن وهو قاعد يشتغل وأنه بنشوف يعني لا نحكم عليه إلا نهاية الموسم لأنه حيسعى وحيجتهد وحيسوي كل ما في يده من طاقة وقوة وتسديد ديون وجلب لعيبة أكفاء بيسوي المستحيل لكن احيانا ترى تسوي المستحيل بعد ما تتوفق. هذا طبعا عشان الجمهور ما ياخذ صدمه لكن انا متاكد ان رئيس النادي واعضاء اللي معه حيشتغلون وحيجتهدون عوده النصر ان شاء الله لكن اللي اتمناه من الجمهور الصبر وبعدين المحاسبه نهايه الموسم ان شاء الله. شكرا للزملاء ومسي بالخير على النجوم ايضا اللي كان لهم صولاتهم وجولاتهم في الكره السعوديه من خلال نادي النصر. الان خبر صدر قرار في اداره نادي النصر برصد جميع التجاوزات الاعلاميه ومحاسبتها يعني حتى احنا ظهر اول ليله يمكن من اول من يتم رصدهم ما بعد قلنا شيء وهذا حق يعني كاداره التعامل من خلال النظام والقانون
لا ينكره احد يعني، لرصد جميع حسب القرار اللي صدر، لرصد او البيان اللي صدر لرصد اي تجاوزات قانونيه ومحاسبتها. احمد بن ظافر على هاشتاج الوقت الاصلي يقول النصر يحتاج الرئيس يسير امور النادي وهم مصلحه النادي النصر وهم مصحة النادي. النصر تعرض لهزة في منصب الرئاسة ومر بها نادي الاتحاد، ويقول الرئيس كرب الأسرة الحريص على تفوق أبنائه واجتماع أسرته، وهذا رأيي وتحياتي لك. تحياتنا أيضا لك على مشاركتك أحمد. طيب أرجع من جديد، أبغى أسمع أمثلة، أعطوني عن أمثلة النجاح يعني عشان يستنير بها النادي. بيزيد عطني من أمثلتكم إذا في أمثلة نجاح سابقة مريت فيها من خلال إدارة نادي النصر. والله بالنسبة للأمثلة كثيرة صراحة يعني، في بالنسبة لأمثلة النجاح في نادي النصر يعني الفئات السنية، لكن أنت اشتغلت في الفئات السنية وأعتقد أنك نجحت فيها يا أبو يزيد. نعم هي كان مشوار جدا رائع وتحدثنا عنه، لكن أنا أذكر مرة كنا نسولف تحت يعني في سواليفنا كذا عابرة، وذكرت لي أبو يزيد أنه مرة في النصر أنه انشغل النصر بأنه يجيب لاعب. أي نعم. ويعني والتركيز على جلب لاعب معين في وقت معين يعني ألهاه عن أمور مهمة. بالضبط. وضيع عليه الأشياء كثيرة يعني. هذه من ضمن الأمثلة اللي المفروض أنها تقال صراحة يعني. نعم يعني هذه مفروض من الخبرات اللي إن شاء الله يكتسبونها الأخوان في أعضاء مجلس الإدارة. يعني أتذكر قبل مباراتنا ضد نادي الهلال اللي على كأس ولي العهد اللي انتهت بضربات الترجيح، قبل المباراة كان طبعا اللاعب أيوفي انصاب، وكان لابد انه يكون يعني هو مو لابد كان انصاب، كان بامكان النصر يلعب بدون ايوفي والوضع طبيعي لانه كان في لاعبين على قدر عالي من المسؤوليه ومميزين فنيا، لكن للاسف الاعلام شغل نادي النصر وشغل مجلس الاداره في موضوع جلب البديل، وجلسنا الى اخر لحظه نحاول ان نستقطب لاعب بديل وفي اسرع وقت لان المباراه تقربت لدرجه عاطل صح؟ اي نعم اللي هو اليوناني خريسيس او كذا، فجلسنا وللاسف يعني كان من ضمنهم اعلاميين نصراويين يعني هم اشغلوا الراي العام في موضوع زي هذا، فقد اعضاء مجلس الاداره والاداره فقدوا تركيزهم على الفريق وتحضير الفريق للنهائي، واشعروا الفريق ان هاللاعب هذا هو المنقذ لكم، واذا جاء خلاص بتفوزون، مو هو جاي. هذه من الاخطاء اللي المفروض ينتبه لها الاستاذ سعود السويل ومعضاء مجلس الاداره، وفعلا اللاعب جاء في اخر لحظه، جاء طبعا قبل اتوقع بيوم او يومين ولعب المباراه، وللاسف هو اللي اضاع ضربه ترجيح في المباراه وضاعت منه البطوله. في الاخير عرفنا ان كان الوضع كان خطا في خطا، وانه كان مفروض يعني لو كان فيه ان احد وتركيز نعم لو كان في تركيز على اللاعبين على لو في لو لو كان رئيس النادي اجتمع باللاعبين قال اصابه ايوفي قضاء وقدر، احنا الان نثق فيكم كمل المشوار، صدقني راح يمكن يتغير الموضوع. نعم ولكن هذه من الاشياء اللي مفروض ان اداره سعود السويلم ان شاء الله انها تنتبه لها. انا تعجبني مثل هالقصص يعني. نعم. في قصص يعني تعطيك المثال على كيف نعم. انا بس قبل ما انسى يعني عشان نبين انه ما شاء الله البرنامج الوقت الاصلي يقدم طرح ويقدم اراء من الزملاء اللي كانوا في البرنامج، وتشكر يا الشكر لكم انتم يعني انتم نجوم هذا البرنامج يا ابو مشعل على يعني الطرح اللي انت في هالبرنامج اللي يعني استضفت ناس قدموا يعني اراء جميله استفاد منها صاحب القرار ومن المنظومة الرياضية. أنا يعني وأعوذ بالله من كلمة، أنا كنت في الحلقة السابقة مع الأستاذ نايف مع زميلنا نايف المطيري. نعم. وقبلها كنت معك كنت أتكلم عن ضرورة إنشاء لجنة فنية في هيئة الرياضة أو في الاتحاد السعودي لضبط الأمور فنيا وماليا، وضربت لك أمثلة أنه ما يدخل دول المملكة إلا عن طريق هيئة الدواء والغذاء. يعني الضبط هذا أول شيء لمنع الهدر المالي اللي كان أول، والقضاء على المزايدة والسماسرة اللي، وتحقيق الجودة لما تجيب لاعب يعني على مستوى جيد ويكون في فحص من لجنة فنية يرأسها خبير أوروبي كبير زي مدرب بايرن ميونخ، هذه تؤدي للنجاح. بالتالي أنا اليوم يعني الحمد لله في خبر في جريدة الرياضية وعاجل أنه معالي الشيخ تركي آل الشيخ المستشار رئيس هيئة الرياضة يقول هناك لجنة في الرابطة في رابطة الدوري المحترفين
ستتولى تقييم صفقات اللاعبين الأجانب عندما يقدمها رئيس النادي ولن يترك المجال كما كان سابقا. أنا أتوقع أن الحمد لله أن هذا الاقتراح يعني نفذ الآن عرض الواقع، وهذا يؤكد أنه معالي المستشار يأخذ بأي مبادرة أو اقتراح فيه فائدة للكرة السعودية ويحافظ على مقدراتها وإمكانياتها. أنا بطلع بين الشوطين إذا سمحتوا لي وأرجع مرة ثانية. عقد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة اجتماعا برؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، وجرى خلال الاجتماع مناقشة كل ما يخص الأندية وآلية العمل في المرحلة المقبلة بعد الدعم الكبير الذي حظيت به الرياضة السعودية من قبل سمو ولي العهد. استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل إدارة نادي الاتحاد واللاعبين بمناسبة تحقيقهم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وهنأ الأمير خالد الفيصل الفريق بتحقيق الكأس الذي يحظى بتقدير الجميع كونه يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها رسميا مع الأرجنتيني رامون دياز لقيادة دفة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل خلفا للتشيلي سيرا الذي قدم اعتذاره الاثنين الماضي. أنهت إدارة نادي الوحدة التعاقد مع البرازيلي فابيو كاريلي لقيادة فريقها الأول لكرة القدم الذي كان مرشحا خلال الأسبوعين الماضيين لقيادة الهلال. أعلن الأهلي المصري بطل دوري مصر عبر موقعه على الإنترنت أنه وافق على بيع صانع اللعب الدولي عبدالله السعيد إلى نادي الأهلي السعودي بدءا من الموسم المقبل. شكك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني في إمكانية تعاقد ناديه مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكدا أن إدارة النادي الملكي تتحدث كثيرا عن الصفقات الجديدة ولكنها لا تبرم أي منها. ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أندريس إنيستا لاعب وسط منتخب إسبانيا بات على أعتاب الانتقال إلى فريق فيسيلكو الياباني، وتكهنت بأن يعلن قائد برشلونة السابق هذا الخبر بشكل رسمي اليوم الخميس. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعيين الإسباني أوناي إيمري مدربا جديدا للفريق خلفا للفرنسي أرسن فينجر الذي ترك منصبه في نهاية الموسم المنصرم بعد 22 عاما قضاها في صفوف النادي اللندني. شكرا للزملاء بين الشوطين، وأنا أختم أشكركم زميل أحمد القحطاني، شكرا جزيلا لك. أنا بس في شكرا وفي عجالة في بعد الحلقة الماضية قدمت اقتراح أنه إحنا الآن جاي 100 لاعب أجنبي ومع مدربين ومع بعوائلهم نأمل يعني، واقترحت أنه الأندية لابد يكون فيها يعني مرشد سياحي لا يعني إعلامهم بالبلد وموروث البلد. فأأمل من سمو الأمير سلطان بن سلمان ومعالي المستشار تركي آل الشيخ يعني تفعيل هذا الموضوع، لأن هذول اللعيبة الأجانب والمدربين هم أفضل من يوصل رسالة عن بلدنا. صحيح. لهم تأثير وعن قيمنا وعن موروثنا وتراثنا. شكرا أحمد القحطاني، شكرا جزيلا. شكرا لك زميلي مساعد عبدي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك العميد الكن خالد رشيدان أمين عام نادي السابق، شكرا جزيلا. شكرا إن شاء الله، وأتمنى التوفيق إن شاء الله للمجلس الجديد إن شاء الله. شكرا. أنا وصلت لآخر المشوار، النصر كل الدعوات والتوفيق لإدارة نادي النصر، بما أن العنوان الأبرز اليوم عن النصر الجديد، تستاهلون فمن له.